واقراها مع حضرتك ونعقب مع الكباتن على بيان مجلس اداره نادي الزمالك اللي اصدره حالا. يؤكد نادي الزمالك انطلاقا من ثوابته التي لا يحيد عنها دائما تمسكه الغير مشروط بقيم الروح الرياضيه وتكافؤ الفرص بغرض الوصول الى منافسه عادله، وهي الاعتبارات التي يكفلها الاتحاد الدولي لكره القدم وتضمنها اللوائح المعمول بها. ولذلك نعلن ونؤكد على استيائنا الكامل من التجاوزات التحكيميه الصارخه التي شهدتها مباراه المصري والزمالك وغيرها من تجاوزات سابقه جعلت من وجود تقنيه الفار تكلفه لا طائل منها. في ظل التدهور مستوى التحكيم بصفه عامه سواء داخل الملعب او خارجه، والتي تاتي في ظل فشل وترهل تنظيمي ملحوظ في ترتيب وتنظيم جدول الدوري حتى بات هو الجدول الاغرب كرويا في العالم، حيث تلعب مباريات الدور الثاني مع الدور الاول او قبلها، وتتلاحق المباريات في مدد زمنيه متقاربه لبعض الانديه دون الاخرى، بما يخل بمبدا تكافؤ الفرص. بالرغم من ان نتائج الدور الاول لمسابقه الدوري الممتاز لكره القدم بمثابه بطوله يتحدد وفقا لها الفرق المتاهله للبطولات الافريقيه، فضلا عن ذلك فان قواعد المنافسه العادله تقتضي استكمال كل الفرق المتنافسه لمباريات كل مرحله في توقيت متزامن. ومن ثم فان مجلس اداره النادي التزاما بواجبه في الحفاظ على مصالح وطموحات النادي وجماهيره يعلن وبصوره قاطعه ما يلي: اولا، نطالب بالتحقيق العاجل فيما حدث في مباراه اليوم من مخالفات تحكيميه صارخه نخشى ان يشوبها التعمد، والتي تسببت في تغيير نتيجه المباراه بعد الغاء هدف صحيح تماما. كما نطالب بايقاف كل من حكم الساحه وحكم تقنيه الفيديو ومنعهما من اداره اي مباريات مقبله للنادي، على ان يتم اختيارنا كمجلس اداره نادي الزمالك بنتيجه التحقيق حتى نتخذ الاجراءات والقرارات اللازمه في حاله وجود تربص او تعمد. ثانيا، انه لن يشارك فريق الزمالك في اي مباراه من مباريات الدور الثاني قبل ان تستكمل الفرق المتنافسه جميع مباريات الدور الاول وفقا للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصيه. ثالثا، انتداب لجنه محايده من خارج مجلس اداره اتحاد كره القدم ورابطه الانديه لاعاده تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل. رابعا، ان تكون مباراه فاركو المقبله هي المباراه الاخيره لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقيه حتى نهايه الدوري، بشرط ان يتحقق فيه جميع مطالبنا السابقه. ويهيب مجلس اداره نادي الزمالك بكافه الجهات المعنيه بتنظيم واداره البطوله ان تضلع بمسؤولياتها وان تدرك عداله وقانونيه مطالب نادي الزمالك، ونتطلع الى ان تبادر تلك الجهات فورا الى تاكيد حيادها وموضعيتها واتخاذ كافه الاجراءات والقرارات اللازمه لتنفيذ المطالب المشروعه لنادي الزمالك. ودي كانت نهايه البيان. يا كابتن صلاح، عايز اخد رايك في بيان نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك اللي لسه خارج حالا. انا هتكلم في حاجتين. اتفضل. انت المجلس الاداره عايز الحكم يتحاكم ويتشاور ومش عارف ما ايه اللي انا اخدته من النتيجه؟ اتغلبت. هينزل يقعد اسبوعين ثلاثه ما يلعبش وهيجي يلعب بعد كده ماتشات بفاز الزمالك ويرجع يلعب تاني. لكن لو اتنفذت القرارات دي كلها، انا بقول لك نادي الزمالك هيبقى ليه شان كبير جدا في الدوري بعد كده لو اتمسك بالحاجات دي. لكن انا ما يهمنيش الحكم الغندور يتوقف ولا ما يتوقفش، ما خلاص الماتش لعب واتغلبنا خلاص. وفي نفس الوقت يا كابتن، مجلس اداره قال ان الزمالك مش هيشارك في اي مباراه من مباريات الدور الثاني قبل ما تستكمل كل الفرق المنافسه لمباريات الدور الاول اللي هتلعب. طب ما ده حق والحقوق. مش عندك اربع فرق هيلعبوا في افريقيا؟ اشمعنى انت اللي بتلعب كل يومين ماتش؟ وثالثا، انتداب لجنه محايده من خارج مجلس اداره اتحاد الكوره ورابطه الانديه لتنظيم وترتيب مباريات الدوري العام بما يضمن الحياد الكامل ومبدا تكافؤ الفرص. يا كابتن صبر، الكلام ده مش هيحصل. ازاي يا كابتن؟ لان مفيش، انت ما عندكش حد على الشاشه او على الملأ يقدر يخاطبك وتخاطبه.
ده كلها اوراق وكل الناس بتتنصل. امال لما اخاطب يا كابتن صلاح اخاطب مين؟ ما انا بخاطب انت اتحاد الكره وبخاطب رابطه الانديه. مين تاني مين ممكن اخاطبه علشان يديني حل؟ مين في اتحاد الكوره؟ لجنه الحكام ولا الرابطه ولا اتحاد الكوره؟ مش عارفين. طب ورابعا لما قال مجلس الاداره انه ان مباراه فاركو هتبقى المباراه الاخيره لنادي الزمالك قبل لو ما جالوش جدول للدوري العام ونهايه مباريات الدوري العام بما يتحقق فيه جميع مطالبنا السابقه، يعني بيقول لك دلوقتي ان انا مباراه فاركو دي هتبقى الاخيره لو ما بعتليش الجدول بتاعي. طب وليه هيبقى في قرار تاني لنادي الزمالك؟ انا مش بعمل ان انا اقول هلعب ليه العب فاركو؟ ما هو يلعب فاركو عشان يدي فرصه لاتحاد الكوره ان بعد مباراه فاركو، يعني مباراه فاركو اصلا مباراه فاركو يوم الجمعه يا كابتن، فمباراه فاركو بعد 4 ايام من الان، هيدي فرصه لاتحاد الكوره علشان يفكر في بيان مجلس اداره نادي الزمالك بصوره جديه وجمهور نادي الزمالك بصوره جديه علشان ياخد قراراته بعد مباراه فاركو نادي الزمالك ومجلس ادارته. يعني ما هياخد قرار طبعا لو ما تنفذتش المطالب دي او البيان اللي اصدره نادي الزمالك النهارده. اتحاد الكوره يا كابتن صبري ما يقدرش بكره يعمل اجتماع طارئ؟ يقدر طبعا. ولا انا اللي اخلي اتحاد الكوره يمشيني على مزاجه؟ طب ما انا ليه؟ طب انا مش هلعب مش هلعب فاركو، هيحصل ايه؟ لا هيبقى في قرار تاني، هيبقى في قرار تاني لنادي الزمالك. لا خلاص انت لا لازم بكره يبقى في اجتماع طارئ لاتحاد الكوره. صح يا كابتن احمد؟ صح يا حليم؟ صح يا كابتن حماده؟ ايوه يا كابتن ايوه. لا انت خلاص خدت قرار، مجلس الاداره خد قرار ان اخر مباراه هيلعبها ماتش فاركو. صحيح. أيوة مش هيلعب الدور، مش هيلعب. اشمعنى فاركو يا كابتن؟ ها يعني هقول لحضرتك حاجه، لو انا هلاعب الماتش الجاي النادي الاهلي. اه. لا هو ماتش. هو ماتش يعني انا ايه مش عايز العب؟ ما انا لو عيب تبقى انا نسيت حقي في الماتش بتاع المصري.